اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنتكلم في شويه تفاصيل متعلقه بالمرحله اللي جايه وازاي الاهلي بيستعد لمباراه سيمبا التنزاني، ونشوف السوشيال ميديا والمحتوى الموجود في السوشيال ميديا ايه ابرز النقاط اللي الكل كان بيتكلم عليها. نبدا مع بعض في ترند الاهلي. اول حاجه معايا من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر، وبيتكلموا ان سيمبا التنزاني يصل للقاهره غدا الاربعاء استعدادا لمواجهه الاهلي. فريق سيمبا التنزاني في هذه اللحظات هو على متن الطائره المتجهه من تنزانيا الى دبي في رحله طيران، طبعا بالتاكيد حوالي 6 ساعات، سيتخللها ترانزيت حوالي 6 ساعات اخرى في دبي، ثم يستقل الرحله القادمه من دبي الى القاهره ليصل فجر غدا ان شاء الله خلال استعداده لمباراه النادي الاهلي. رحله طيران عاديه، سيصل بالتاكيد ده فجر يوم الاربعاء، هيكون في تدريبات يوم الاربعاء والخميس ثم المباراه على استاد القاهره حتى الان يوم الجمعه في مساء الجمعه القادم. طيب كمان معايا من الحساب الرسمي او الصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك، قالوا ان موسيماني يرفض استبعاد محمد الشناوي امام سيمبا التنزاني. على ذمة الزملاء في الوطن سبورت، كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تحفظ على مقترح ببقاء محمد الشناوي حارس المرمى على دكة البدلاء في مباراة سيمبا التنزاني ومشاركة علي لطفي كحارس أساسي في هذه المباراة ومنحه فرصة المشاركة في المباريات الإفريقية خلال الفترة القادمة. المصادر قالت بالنسبة للزملاء في الوطن سبورت أن رغم التأهل ورغم ضمان التواجد في الدور الثمانية، لكن بيتسو موسيماني بيتمسك بمشاركة عديد من الأسماء البارزة والعناصر الأساسية في هذه المباراة. وأكدت المصادر أن قوة فريق سيمبا التنزاني خاصة في مهاجميه يجبر أي مدير فني على اللعب بالتشكيلة الأساسية خاصة في خط الدفاع أو في مركز حراسة المرمى، لكن المعلومات اللي عندي أن حتى فريق سيمبا التنزاني هيكون موجود في مباراة الأهلي بدون أبرز حوالي من 4 إلى 5 عناصر أساسية خوفا على حصولهم على إنذارات وبالتالي غيابهم على مباراة دور الثمانية القادمة. طيب كمان من الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر، نشروا تفاصيل جلسة النصح والإرشاد بين بيتسو موسيماني مع مدافع الأهلي بدر بانون. الزملاء في اليوم السابع قالوا أن بيتسو موسيماني طلب بدر بانون بالتركيز في الملعب خلال الفترة المقبلة، وبيتسو موسيماني عقد جلسة مع المدافع المغربي من أجل توجيه عدة نصائح له بسبب الأخطاء اللي ارتكبها في مباراة المريخ السوداني. هو بشكل عام الجهاز الفني بعد أي مباراة بيكون محضر بعض اللقطات والسكاوتنج والتحليل الرقمي لكل اللاعبين، لو في ارقام سلبيه بيقعد بيعمل جلسات خاصه عشان يشوف الاخطاء دي وازاي يعالجها الفتره اللي جايه. بدر بانون ممكن يكون كان شغل تفكيره الفتره الاخيره عدم انضمامه للمنتخب المغربي، انه كان من ابرز المدافعين اللي موجودين على الساحه الافريقيه الفتره الاخيره، فكان بيمني النفس بالتواجد في مباراه منتخب المغرب في التصفيات الافريقيه، لكن بالطبع استبعاده في معسكر المغرب ممكن يكون اثر ولو بالسلب على تركيزه في الفتره الاخيره، لكن بشكل عام هي مباراه وانتهت. وبدر بانون اتكلم وقال ان هذه المباراه خلاص انتهت، التركيز في الفتره الجايه وان شاء الله لسه المشوار طويل، وباذن الله كلنا ثقه في امكانيات المدافع المغربي السلطان بدر بانون مع النادي الاهلي في المرحله القادمه. طيب الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر ايضا كتبوا ان بيتسو موسيماني بيستقر على رحيل بواليا في نهايه الموسم الجاري، وقالوا ان الجنوب افريقي منح الضوء الاخضر للجنه الكره لبيع اللاعب الزامبي والتر بواليا بنهايه الموسم القروي من اجل التعاقد مع مهاجم اجنبي جديد في ظل رغبه المدير الفني في تدعيم مركز حراسه المرمى خلال الفتره القادمه. الوطن سبورت قالت ان موسيماني استقر على بيع والتر بواليا في اللي انضم طبعا في يناير الماضي لسببين، اولا عشان النادي يتعاقد مع لاعب في نفس المركز، والامر الثاني سوء التوفيق اللي بيحالف اللاعب في الفتره الاخيره. انا ردي هنا على هذه الجزئيه في حاجتين، اول حاجه قالوا تعاقد النادي مع لاعب في نفس المركز، اولا لغايه اللحظه دي في ازمه في مساله القيد الفتره الجايه، فاللي بيكتب الخبر او عنده المعلومه ما يعرفش ان اصلا نتيجه مواعيد القيد المحلي اللي هتنتهي مع نهايه الموسم المحلي يوم 30/9 ممكن تجبرك على انك ما تقدرش تجيب اي صفقات لا محليه ولا افريقيه رغم ان الموسم الافريقي هيبدا 10/9، فبالتالي الجهاز الفني اصلا بيشتغل الفتره الحاليه على انه ازاي ينتهي بالموسم او ينهي الموسم بشكل جيد محلي وافريقي. ومساله ان اللاعب لم يحالفه التوفيق حتى الان في مباراه ممكن يحرز هاتريك، فالموضوع يختلف في الصياغه الصحفيه نفسها، ممكن الامر يختلف، وجهه النظر تختلف، فهي كلها اجتهادات صحفيه، البعض بيحاول يجتهد ويقرب من المعلومه، لكن داخل المطبخ وداخل الشغل في الاجتماعات اللي بتتم الفتره الحاليه لم يطرح على اي شكل من الاشكال صفقات قادمه او من سيرحل في هذا التوقيت، لان لسه الموسم ممتد محليا على الاقل لغايه يوم 30/9 وافريقيا لغايه منتصف شهر 7. كمان من الحساب الرسمي للاهرام على تويتر كتبوا ان موسيماني يحسم
مصير بادجي من العودة للأهلي. بيتس موسيماني طبقا طبعا اللي كتبه الزملاء في الأهرام هيكون حاسم موقف السنغالي أليو بادجي لاعب الفريق المعار لأنكارا جوجو التركي من العودة لصفوف الفريق، وقال حسم أمره وقال إنه ليس في حاجة لإمكانيات أليو بادجي مع النادي الأهلي الفترة القادمة. طبعا هذا الخبر يعني سابق لأوانه، لسه المشوار طويل ولسه محدش عارف في نهاية الموسم وضع أليو بادجي مع فريق التركي ممكن يبقى عامل إزاي، وكمان في التعاقد ما بين النادي الأهلي مع النادي التركي في آليات في مسألة بيع اللاعب، فمش من مصلحة الأهلي أصلا ولا من مصلحة أي جهاز بيشتغل في الفترة الحالية إنه يتكلم على إمكانيات لاعب ممكن في شهر 4 يقول هاخد فيه قرار إمتى في شهر 7 دلوقتي إن هو يكون موجود معايا ولا مش موجود معايا. فبالطبع هذا الأمر هيكون بعيد تماما عن الصحة بالنسبة للفترة الحالية.